أهلا بكم في الجنة. لا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما شاء الله ما شاء الله، بجد يعني حاجة ولا أروع ولا أجمل من كده. بيكم في واحد من اجمل اللاجون اللي موجوده في العالم، بلو لاجون اردنيز فتحيه تركيا. المكان ده يا جماعه يعتبر سيكريت بليس بجد، مفيش حد يعرفه تقريبا غير الاتراك اللي بييجوا ياخدوا للناس هنا فوتو سيشن، بس احنا الحمد لله قدرنا نوصل له وبدون اي مساعده من اي حد. الحمد لله دايما بنوصل للاماكن الصعبه ودايما بنعرف نوصلها ازاي بفضل ربنا سبحانه وتعالى وباصرارنا وبمجهودنا. بصراحة المكان يستحق التعب والهايكنج اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين اجواء ولا في الخيال، حاجة ولا اروع ولا اجمل من كده، مفيش كلام بعد اللي احنا شايفينه يا جماعة. صباح الخير من منطقة اردنيز. موجودين هنا بقى عند واحد من اهم الحاجات اللي موجودة في منطقة اردنيز، وهي التلفريك او الكيبل كار. الكيبل كار دي اللي بتاخدك علشان تطلع لاعلى نقطة في جبل بابا داغ، وطبعا بيبقى المنظر خرافي من فوق يا جماعه. يعني انا لسه ما ركبتش الكيبل كار والمنظر تحفه. طبعا الكيبل كار بيروح لكذا مستوى على حسب السيزون بقى. زي ما انتم شايفين اللي هناك ده بقى شاطئ اردنيز، والبلو لاجون بقى هتشوفوه من فوق، وحاجه ولا اروع ولا اجمل من كده. وفي هنا طبعا زي ما انتم شايفين برضو بعض الفنادق والهوستلز. هنا بقى اللي عايز يعمل هايكنج ربنا معايا لفوق، وممكن يبقى المنظر حلو برضو زي ما انتم شايفين. بابا داغ تلفريك لو شفنا كده يعني نبذة عن الاسعار. الواحد ما بقاش عارف الاسعار لان كل شوية بتتغير، حتى اسعار الاكل ما بقوش بيحطوا الاسعار على الاكل. يعني انت تروح تسال بكام. اهو احنا المفروض هنا تمام، دي كده المين ستيشن كيبل كار من 1200 ل 1700. وبعد كده بيقول لك بعد 1700 في المحطه بتاعت 1800 وفي المحطه بتاعت 1900 واللي هي اخر حاجه فوق. بس اللي انا عارفه من خلال الـ يعني الويب سايت ان ال 1700 بتبقى في سيزون معين، ال 1800 مش بيطلع لها في كل الاوقات في السنه، في الهاي سيزون بس. وبيشرح لك بقى كل يعني منطقه فيها ايه بالظبط. يعني في ال 1200 دي بيحصل برضه باراجليدنج، بينطوا من عندها، ومن ال 1700 بيحصل برضه باراجليدنج. اعتقد الباراجليدنج اللي احنا هنعمله ان شاء الله هيبقى من ال 1700 متر ارتفاع فوق سطح الارض، سطح البحر. دي كده رسمه توضيحيه للبابا داغ تلفريك او الكيبل كار. لو بصينا بقى على الموقع الرسمي بتاع اردنيز تلفريك اللي هو بابا داغ تلفريك، زي ما انتم شايفين هنا بيشرح لك عند 1200 قدم، عند 1700، عند 1800، وعند 1900. تقدروا تدخلوا على الويب سايت وتشوفوا كل حاجة بالتفصيل وإيه اللي موجود عند كل مرحلة. ودي المواعيد بالنسبة للشهور، وبيفتح الساعة كام وبيقفل الساعة كام، وأنهي ارتفاع بالظبط بيبقى فاتح في أنهي شهر. زي ما انتم شايفين تقريبا ال 1900 بيبقى فاتح في جولاي فقط.
يعني هو طبعا مش فاتح كل الارتفاعات في كل الوقت زي ما انا قلت لكم. هنا اسعار التيكت طبعا اقل من 7 سنين ببلاش، وبعد كده ب 475 تركيش ليره التيكت للفرد. وطبعا دي الاسعار اللي ممكن تكون متغيره من وقت للتاني في بابا داك تيلي فري. متوجهين بقى دلوقتي لمغامرة إن شاء الله تكون حلوة. زي ما انتم شايفين يعني منظر البحر، يعني هو هيبقى باين صغير من هنا بس غاية في الجمال والروعة. المفروض إن احنا طالعين نعمل هايكنج لمكان نقدر نشوف منه المنظر الجميل ده. احنا كنا هناك عند التلفريك وطالعين اهو. طبعا طول ما انت طالع شايف الجمال والحلاوة دي كلها. ده بقى كله شاطئ المفروض أردنيز زي ما انتم شايفين، يعني هو من هنا بعيد جدا بس حاجة غاية في الجمال والروعة. اللي هناك ده بقى الهايكنج واي بتاع الليسيان واي، ده برضو واحد من اشهر الطرق الهايكنج، تطلع لحد القمة فوق بس ده طبعا بيبقى اصعب. ادي بقى البلو لاجون وحاجه غايه في الجمال والروعه، منظر ولا اروع ولا اجمل من كده. المنظر اللي يعني الواحد بيحب دايما يشوفه في الفيديوهات موجودين فيها يا جماعه. اهلا بيكم في واحد من اجمل شواطئ العالم، واحد من اجمل شواطئ البحر المتوسط، البلو لاجون. البلو لاجون ده له قصه وحوار وحكايه بقى يا جماعه، ان الكيرف ده جواه ميه عذبه وبعد كده بتطلع على ميه مالحه. هنطلع اعلى ونشوف من فوق ان شاء الله عامل ازاي. اهلا بكم في الجنة. لا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اهلا بكل اللي بيشوفني دلوقتي من اجمل مكان موجود في تركيا، ويمكن من اجمل الاماكن اللي موجودة في ساحل البحر الابيض المتوسط. موجود دلوقتي في يعني يعتبر سيكريت بليس، فعلا يا جماعه هو سيكريت بليس، مهما حاولت توصل له مش هتوصل له. هتقول لي وانت وصلت له ازاي؟ لان احنا بعون الله وبفضل الله بنعمل يعني سيرش جامد جدا ومجهود كبير وبنقدر نوصل للاماكن الصعبه دي، لان هو ده يعني شغلنا وفي نفس الوقت الحاجه اللي بنحبها. مش معناها ان احنا يعني ابطال، في ناس كتيره بتوصل لها بس اتراك، يعني اهل البلد. لما انت تبقى غريب ومش من نفس البلد وتوصل لها دي بتبقى حاجه حلوه قوي. اللي عايز اقوله ان المنظر هنا يعني يساوي كتير قوي، يعني لو انت دفعت فلوس علشان تيجي بس تشوف الجمال والحلاوه دي كلها وتمتع عينك، ده اسمه تجديد للروح، تجديد للنفس. الجنه طبعا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فدي جنه. انما دي برضه جنه، جنه الارض، لان هي برضه من خلق الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي خلق الجمال ده، ولا هي من صنع بشر ولا اي حاجه. فاحنا لما بنقول ده برضو يعني شبه جزء مصغر من الجنه، فده مش حرام. المكان بصراحه تحفه. احنا موجودين في فصل الربيع، وعلشان كده زي ما انتم شايفين يعني المنظر الاخضر مع الازرق مع التركواز مع الاخضر الغامق، حاجه ولا اروع ولا اجمل من كده. يعني نقدر نقول ان مفيش كلام
يتهان. الطبيعه دايما بتكون يعني سر للناس اللي هي زي والناس اللي بتحب المغامره والاكشن والادرينالين، ودايما انا بروح لها. يعني انا بحب الاماكن والبلاد اللي فيها طبيعه واكشن وادرينالين ومغامره ومناظر طبيعيه. في ناس بتحب البلاد اللي هي بقى فيها يعني ايه ارستقراطيه وتحب تتمشى في شوارعها زي طبعا اوروبا ودول تانية، بس انا ما بفضلهاش. يعني الطبيعه مفيش احلى منها، يعني في الاول وفي الاخر هي من صنع الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول للناس ان احنا بنحاول دايما في فيديوهاتنا نكون مختلفين عن الاخرين. في ناس كتيره بتعمل فيديوهات عن فتحيه والاردنيز وتركيا وملايين الناس، يعني سواء بالانجليش بالعربي بالتركي. احنا بنحاول نكون مختلفين، لان في الاول وفي الاخر احنا مش هنجيب حاجه غيرنا ما جابهاش او مش موجوده، بس بنحاول على قد ما نقدر ان فيديوهاتنا يكون فيه ولو معلومه ولو منظر ولو مشهد جديد عليك استفدت منه. واحنا بنحب ده، مش بنعمله عشان يعني شغل او حاجه، لا احنا بنحب نعمل ده. انا بحب اعمل ده. احنا في الرحله بتاعتنا دي بعون الله بفضل الله بنحاول نمتع الناس اللي معانا، وزي ما انتم شايفين بنجيبهم لاماكن مختلفه، مش رحله بحريه ويقول لك بعد كده جوله حره والكلام الهجس بتاع شركات السياحه ده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمنظر الجميل ده في الدقائق اللي انا اتكلمت فيها دي، ويكون المنظر ده فعلا يستاهل المغامره اللي احنا عملناها. كان معكم هاني حامد من اجمل بقاع تركيا، اردنيز لاجون.